من أبرز ملامح الهوية الحسينية هي صرخة هيهات من الذلة، وهذا العنوان الكبير ينضوي تحته الكثير من المعاني الإنسانية والتي أسست لمجتمع بعيد عن الظلم وعن الطغيان. لذلك كان المسار الذي اخططه الإمام الحسين تحت هذا العنوان للبشرية جمعاء ولم يكن للمسلمين فقط. ومن هذا المنطلق عندما ترسل رسالة إعلامية عليك أن تضع هذا العنوان وهو هيهات من الذلة خط مسار لكي تحقق أكثر فاعلية في مادتك الإعلامية من خلال ما تطرحه من هذه الرسالة. القضية الحسينية ممتدة من واقعة الطف إلى يومنا هذا. الإذاعة والتلفزيون لها دور واضح وبارز في تغذية الفكر. لربما البعض اليوم يقول ماكو إذاعة، ما حد يسمع إذاعة، لا بالعكس، اليوم الإذاعة لها شريحة مستمعين كثر، وكذلك مع وجود الإنترنت لكن تبقى مشاهدة التلفزيون والبرامج التلفزيونية والأخبار السياسية لها دور في التأثير على المجتمع، ونشاهد ونلاحظ في كل يوم أخبار متجددة ومتسارعة فيما يدور في العراق من انتفاضات، من ثورات، من فساد، من غير ذلك. لذلك اختارنا أن تكون أمسيتنا تحت هذا العنوان كي نربط الماضي بالحاضر، عراقنا اليوم وعراقنا قبل 1400 سنة. هذه الأمسية التي قام بها اتحاد الإذاعيين والتلفزيون في كربلاء إنما حاولت أن تستثمر، وضعت عنوان هو إظهار كيفية استثمار وسائل الإعلام خاصة الإذاعة والتلفزيون في إظهار القضية الحسينية. وأنا أقول إلى ذلك ضروري جدا أن يتم استثمار هذه الندوة وهذه الأمسية بتقديم ما يمكن تقديمه كيما نصل إلى كيفية التعامل مع وسائل الإعلام وكيفية إرسال الرسالة عبر الواسطة إلى الآخر، المتلقي الآخر.